هل الأردن جاهز للكوارث؟ ليس بالضرورة المرور بمحنة أو ظرف استثنائي لمعرفة الجاهزية والإمكانات الوطنية في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية لا قدر الله، وإن تجارب الحالات الجوية التي مرت بها المملكة وخصوصاً عاصفة إليكسا التي اجتاحت المملكة قبل بضعة سنين تمثل تجربة حية بالرغم من محدوديتها وقصر زمن تأثيرها، إلا أنها كشفت مواطن خلل وأداء متواضعا في عمل القطاعات المختلفة، حيث تم التعامل مع هذا الظرف بشكل آني ولحظي، ولم يتم الاستفادة من عبر ودروس سابقاتها باستثناء أداء المديرية العامة للدفاع المدني، حيث غطت عز وضعف عمل قطاعات أخرى نتيجة اعتمادها منهجية علمية والاستعداد المسبق، خلافا لأداء قطاعات أخرى أدارت عملياتها مركزيا وأخطأ في قرار تزويد المحروقات من محطة تزويد واحدة ومبيت الآليات في غير المكان المخصص لعملها. هذا الحال دابت عليه الحكومات المتعاقبة في ظل غياب رؤية شمولية، فالمجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يرأسه وزير الداخلية يجب أن يطلع بمهام ومسؤوليات عليا تتلخص باعتماد استراتيجية وطنية التي تمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات الوطنية واللوجستية الموجودة لدى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى أهمية استنهاض السياسات الحكومية التي تخدم بناء مخزون لوجستي وطني والذي يعتبر الركيزة الأساسية في حالات الطوارئ، أخذين بالاعتبار تهالك البنية التحتية من آليات ومعدات القطاع العام والبلدي وعدم قدرة قطاع الإنشاءات بتملك آليات ثقيلة ومعدات حديثة بسبب ارتفاع كلف الجمارك وضريبة المبيعات. الحلول: إعداد استراتيجية وطنية عابرة للقطاعات المختلفة تعتمد منهجية علمية ومركزية التخطيط ولا مركزية في العمليات، وإعطاء دور محوري وأساسي للمركز الوطني لإدارة الأزمات كمظلة وطنية ممكنة وميسرة في حالات الطوارئ والكوارث، وذراعه الفاعل المخزون اللوجستي من آليات ومعدات في القطاعين العام والخاص، وفتح باب التسجيل للمتطوعين من الأفراد وتنظيمهم ضمن لجان أحياء ضمن مناطق سكنهم، حيث أن المسؤولية جماعية لا تتجزأ ولا يتحملها قطاع دون سواه. إعداد خرائط توضيحية وخرائط رقمية إحداثيات توضح الشوارع بتصنيفاتها المختلفة والحدود الإدارية للمحافظات والألوية لمعرفة حدود اختصاص الوزارات وقطاعات العمل البلدي لمنع أي تداخل أثناء عمليات الطوارئ. اعتماد قاعدة بيانات وطنية شاملة تفصيلية وتشمل كل الإمكانات البشرية واللوجستية الوطنية المتاحة في القطاع العام المدني والعسكري والقطاع الخاص من مقاولي إنشاءات وطرق وتعدين، إضافة لقاعدة بيانات للقطاع الطبي وبيانات قطاعات التموين والطاقة وشركات الكهرباء ومديريات المياه، إعفاء الآليات والمعدات المخصصة لمواجهة الثلوج والكوارث والمولدات والرافعات والمضخات ذات الصلة بورش صيانة الكهرباء والمياه من الرسوم الجمركية ومن الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك الآليات والأجهزة التابعة للقطاع الخاص وخصوصا الأوناش الثقيلة التي تخدم في حالات الزلازل شريطة تفرغها أثناء إعلان حالة الطوارئ. أما فيما يتعلق بالجانب العملياتي الذي يخص وزارة الأشغال العامة ووزارة البلديات وأمانة عمان وبلديات المملكة، لابد من اعتماد منهجية علمية في العمل لتنفيذ الاستراتيجية العليا والبرامج المعدة مسبقا على الأرض، واعتماد نهج لا مركزية ونظام الورديات 12 ساعة عمل بحد أقصى، وأن تستفيد كل من أمانة عمان والبلديات من الإعفاءات الجمركية والضريبية لآلياتها. الاستثمار في أنظمة اتصالات متخصصة ترتبط بالأقمار الصناعية والأنظمة السحابية كحاجة استراتيجية وحيوية تلبي حاجات الإغاثة وإدارة العمليات والربط بين المنشآت الحيوية أثناء الطوارئ، بالإضافة لرفع كفاءة دائرة الأرصاد الجوية والاستثمار في رادار حديث ورفدها بمهارات تزيد من دقة التنبؤات الجوية.
إعداد خطط لقطاع النقل العام تطبق أثناء حالة الطوارئ لأهمية أن يكون هذا القطاع فاعلاً ومجهزاً لمنع خروج أي سيارات خاصة لعدم جاهزيتها في حالة الطوارئ الذي يهدد السلامة العامة على الطرق ويعيق عمل الكوادر التي تعمل في الميدان، إضافة لاستخدام منظومة السكك الحديدية كبديل لنقل المسافرين في حالات إغلاقات الطرق الواصلة من وإلى مطار الملكة علياء. يجب أن يكون هناك خطة إعلامية مبنية على رؤية أثناء حالات الطوارئ والكوارث، وتبرز أهمية أدوات بث الرسائل التوعوية ورسائل تعبئة وطنية في هذه الحالات، إلى جانب أهمية عقد شراكات مع مقدمي خدمات الاتصالات لبث الرسائل وحسب ما تقضيه الحاجة. يجب اعتماد مركز القيادة والسيطرة كول سنتر على الرقم 911 كمركز وحيد لاستقبال كافة الشكاوى التي تشمل عمل القطاعات والمؤسسات الخدمية وأعطال الماء والكهرباء، وتجدر الإشارة لأهمية رفع كفاءة وجاهزية وعدد الورش الميدانية المكلفة بإيصال أو قطع التيار الكهربائي وتكليف هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بمتابعة ذلك. وبالتالي يجب اعتماد منهج علمي في عمل المركز من توثيق وتسجيل للمكالمات لغايات ضبط الجودة وكأداة للقياس تظهر مدى تعامل وفعالية واستجابة الجهات المعنية مع الشكاوي، ورفع تقارير بخصوص ذلك لدولة رئيس الوزراء بعد كل حالة طوارئ لتكون هي الآلية الوحيدة المعتمدة لتقييم وتصويب عمل القطاعات المكلفة ومؤشرا موضوعيا على أدائها.